Vegas for your safety at this time. And us calculating the numbers, we called our dispatch. We do need 14 passengers off the aircraft. And for the rest of you on board who may not be willing to volunteer, I just want to make you aware we're kind of racing the clock here with your crews. So if we don't meet that time frame, unfortunately, we will delay the entire aircraft. So I want to apologize in advance. If I have 14 volunteers, $2,500 a travel credit apiece. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه واحد 3 ايام كنت هضرت لكم على ملي كتكون الطياره عامره وشركه الطيران كتنزل الناس من الطائره. صراحه ما كتخليهمش حتى يوصلوا للطائره. هذا الفيديو هذا اللي شفتو في حاله الاوفر بوكينغ، في حاله الحجز الزائد، فما كيخليهمش يطلعوا للطياره. في هذه الحاله هذه اللي كاين في الميريكان هذه، اكيد انه كانت شي مضيف ولا مضيفه ما جاش، فبالتالي يعني نقولوا الكاباسيتي، يعني الحموله المسموح بها او يعني المساحه ديال الطائره ما كتسمحش انها تهز الناس اكثر من المضيفين اللي عندها. فكل مضيف عنده 50 مسافر، يقدر يكون كل مضيف لكل 50 مسافر. فملي نزلوا الناس كما لاحظتوا معايا، الشركات اللي كتحترم راسها كتفاهم مع المسافرين. فهذه شركه امريكيه عطاتهم 2500 دولار باش ينزلوا من الطائره. وهذه كتعمل بزاف ديال الحاجات حتى في حاله الحجز الزائد. غير هو الفرق ملي كيكون اوفر بوكين فكيتفاهموا مع المسافر مازال في الترمينال، مازال ما وصلش للطياره. نخليكم مع الفيديو مزيان مره اخرى باش تشوفوه مزيان، وغير بشويه قراو الترجمه وتفهموا مزيان. من بعد هادشي هذا غادي نهضروا على الحادثه المؤسفه اللي وقعت اليوم للمسافرين اللي كانوا مسافرين على متن ترانزافيا. الخلع Vegas for your safety at this time. And us calculating the numbers, we called our dispatch. We do need 14 passengers off the aircraft. And for the rest of you on board who may not be willing to volunteer, I just want to make you aware we're kind of racing the clock here with your crews. So if we don't meet that time frame, unfortunately, we will delay the entire aircraft. So I want to apologize in advance. If I have 14 volunteers, $2,500 a travel credit apiece. الحادثة المؤسفة اللي وقعت لشركة ترانزافيا اليوم للمسافرين اللي راكبين في شركة ترانزافيا اليوم، هو أن إحدى المضيفات شكت بأنه هناك قنبلة على متن الطائرة وهناك تهديد لحياة المسافرين على متن الطائرة. علاش شكت بأن هناك شي مشكل على متن الطائرة؟ هي مهم، هل الامر مضحك؟ ولكن في الصراحه اكيد ان الناس عانوا الامرين حتى الموظفين على متن الطائره. فاليوم على متن الطائره ديال ترانزافيا الماتريكول فوكس جولف سولو اوتيل مايك، قبل ما توصل المطار باريس اورلي، فواحد المضيفه في شركه الطيران فتحت البلوتوث ديالها ولا ديالو، فاذا به يتفاجأ. هاد قال لك فتحته عشوائيا، اصلا ما خصوش يفتح البلوتوث، ما يحنا نخرج داك الشيء، المهم فتح البلوتوث. فاذا به يتفاجأ بعده هواتف متاحه للاتصال، جبر بزاف ديال التليفونات متاحه للاتصال وكتحمل نفس السميه وكلها تخص احد الركاب، يعني واحد الراكب عنده بزاف ديال الهواتف محموله. هذيك الهواتف المحموله كامله مكونكتيه بالبلوتوث وعندها سميه واحده. فهذا ما تم تفسيره على انه تهديد خطير، ما عرفناش واش من قبل المضيف، من قبل القائد ديال الطائره، او من قبل اوبيريشن يعني العمليات ديال ترانزافيا اللي يعني يكون تواصل معها الكابتن بطبيعه الحال. فبعد التفتيش الدقيق للطائره اللي بقات تقريبا اكثر من ساعتين موقفه بعيد على مدرج المطار، يعني ما قربوهاش للبلدين المبنى، للتاكد من ان الامور طبيعيه ولا يوجد اي تهديد لا بالنسبه للطائره ولا بالنسبه للطاقم. يذكر ان الطائره كان فيها 153 راكب و100 و6 من طاقم الطائره، يعني التوتال 159 نفس كانوا راكبين في هذه الطائره. هذا فيما يخص الخبر ديال ترانزافيا باريس اورلي اليوم. هذه واحد 4 ايام
وقع في ترانزافيا كذلك واحد المشكل. ترانزافيا اللي كانت مجه من مطار امستردام الى مطار مراكش، والله يهدينا وصافي، ولكن التفاصيل ما كاينش كثيره بالحق. هذا الشيء هذا يعني كيخرج في الصفحات المتخصصه بمجال الطيران، وانتم كتعرفوا انا كنتبع هذه المواقع هذه. ف جوج ديال المسافرين مجين من امستردام الى مراكش، ماشي اكادير هذه المره، ولكن نفس الشركه ترانزافيا، غير هي ترانزافيا الهولنديه. الناس اللي كتسافر بزاف كتعرف الفرق ما بين ترانزافيا باريس، عفوا الفرنسيه، وترانزافيا الهولنديه. فهاد على متن الطائره كانوا جوج ديال المسافرين اللي يقال باللغه الرسميه انهم ما احترموش الانستراكشنز، ما احترموش ارشادات المضيفين على متن الطائره. فالبيلوت واخا كان قلع من مطار شخيبول الدولي، ولكنه فضل انه يرجع للمطار على انه يواصل الى مراكش، ويكون يعني كاين مشاكل اكثر. واعتبر بان هاد جوج مسافرين والمعيب في الامر هما انهم مغاربه، مغاربه جوج ديال المغاربه يعني دابزوا مع بعضيتهم، بالتالي كيقول لك شكلوا تهديد. كاين بعض الصفحات اللي كتقول لك دابزوا مع بعضهم، كاين بعض الصفحات اللي كيقول لك ما التزموش بالارشادات ديال المضيفين على متن الطائره. ف البيلوت فضل انه يرجع لامستردام، تم الاعتقال ديالهم وتم التحقيق معهم. الباقيه ديال القصه ما مذكوراش في الصفحات ديال المتخصصه في الطيران ولا الجرائد الرسميه، ولكن مينيمو 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 ها هو تخسر لهم العطله ديالهم بطبيعه الحال. انا غيبقاو في هولندا، وكتعرفوا المجال ديال الطيران راه كنقول لكم الواحد الحياه بصفه عامه خص الواحد يكون لبيب شي شويه، وتسامح انت ماشي تعمل شغلك، خلي الشغل خلي النهار يدوز مزيان. الا بطبيعه الحال الا شي واحد يعني زطم عليك شي زطمه صحيحه فهذوك ما تسمعش في حقك، ولكن امور بحال هذه الواحد يحاول يكون متسامح شي شويه وما يسببش الضرر في راسو، بالضرر لراسو والمسافرين اللي مسافرين معاه بطبيعه الحال. فهذه هي الاخبار ديال اليوم. شكرا بزاف على حسن المتابعه كما دائما، ما تنساوش اللايك والبارتاج، الله يجازيكم بخير. وغادي نجاوب على هذا السؤال هذا اللي كيقول عفاك اخي الا ما جاوبني، انا قطعت بالمريضة ديال الكابين ديال 10 الكيلو، بغيت نعمل فيها سنترو دي ميسا، يعني طرف ديال الميسا بورسلانا اي برونزي، كانت ترسل ليا وبغات ننزلها للمغرب نصوبها، واش ما يزولوهاش ليا في المطار بليز الا ما تجاوبني، واش ما يرميوهاش ليا زعما، وشكرا بزاف. شوف الا كان الوزن ديال المريضة ما غاديش يفوت الوزن المسموح به، يعني ما غاديش تكون ثقيله، فنصيحه وحيده اللي كنصحك بها هو هاد سنترو دي ميسا، واخا انا ما عرفتش شنو هو، المهم الرجل ديال الميسا ولا شي طرف ديال الطيفور ولا شي حاجه، سواء ديال البرسلانه ولا ديال البرونز ولا ديال الفضه ولا اللي بغى يكون، لويه في ديك البابيي اللي عنده داك الفقاعات، فهمتي؟ لويه مزيان، عمل له سكوت، يعني بروتيجي هذاك، حمي هذاك الحاجه اللي غادي تهبط، وفي نفس الوقت السيكوريتي كتبين لهم بان هذيك الحاجه راه هي عزيزه عليك وغاليه عليك، وراك غادي يعني ضروري انك تهبطها باش تعدلها وتصايبها، فهمتي؟ على هكذا ما غادي يعتبروها يعني اشياء شخصيه ديالك، وفي نفس الوقت محميه، وفي نفس الوقت ما كتشكلش خطر على المسافرين. نقولوا مثلا الا كنت انت يا حمقى الله يحفظ وبغى تضرب بها شي مسافر، اسمح لي على التعبير، ولكن في المسائل ديال السيكوريتي هكذا كتشاف الامور.